أغنيته كلها حلوة، كل ما ينزل سنجل إلا والأغنية تضرب، معناها ضربة باهية وتعمل أيضا نسبة مشاهدة عالية جدا. ريان يوسف اللي حبيناه بصوته، اللي حبيناه أيضا بالفيديو كليبات اللي قدمهم، وأيضا الألوان الغنائية، لأن كل أغنية مختلفة على الأغنية الأخرى، وهو زاد يحب برشا إذاعة تطاوين. ريان صباح النور ومرحبا بك. خويا نهارك زين وتحية كبيرة للناس تطاوين الكل. شكرا ليك، نورك يا خويا، يعطيك الصحة. أنا بديت بهذه، تعرف علاش بديت بالأغنية هذه؟ احنا اليوم عيد الحب ونعرف أنا، وزاد البكري شوية، زاد الساعة الأولى عديت أغنية هي في قلبها كلها حب، وعيد الحب بالنسبة لريان ظهر لي عنده خصوصية. والله يا خويا ساعة إن شاء الله يظهر أيامنا الكل حب إن شاء الله يا رب. يعني بالنسبة لي الحب كل يوم فما حب، صحيح، الواحد يبارتاجيه مع العائلة، مع الناس اللي قابلهم في حياته الكل، معناها بالنسبة ومع جمهورك زادة الناس، يوم معين مع جمهوري كنت موزيكا الحق، وليت عام الأول كنت عملت يا حياتي وفما برشا ناس حبوها. أي أما ما يجلبش عليك، الواحد من غير حب ما نجمش يعيش في الدنيا هذه، كما تحبش الناس تحب خدمتك وتحب الناس اللي تعاونك وما تنجمش تقدم في حياتك. الله الله، الواحد صحيح ممكن تمر عليه سنين هيك والكل المحبة تزيد، لو مش كما الواحد صغير، كما الواحد ينضج ويكبر ويولي شاب ويكبر زادة، منيش عارف، أنا ديما المحبة نشوفها عند الواحد رؤيته فيها، عند هيك خصوصيته زادة في المحبة. فما ناس تعبر فما ناس ما تعبرش، أما أنت ظهر لي تعبر بالأغاني أكثر منها حاجة أخرى ريان. والله أي الفترة الأخرى من 2018 الحق وليت الأغنية اللي نحس روحي فيها، معناها نحاول نبارتاجيها مع الناس ونغنيها ريان، تكون اختياراتي أكثر شخصية، فهمت، كيما وجعة، كيما برشا أغاني يخصوني كيما أني أني زاد البعد شوي إن شاء الله باش نسمعوها. أي شوف اختياراتك الغنائية رائعة جدا، لهنا فيها ذكاء في التدقيق والاختيار الأغنية. أنا نتبع فيك ريان ما شاء الله، حتى من وقت زاد كوكتيل لحد في إذاعة تطاوين شفت الطلعة وشفت أيضا النجاح بطبيعة، لأن الواحد ديما الأصل، وديما نرجع شوية للبدايات وصولا إلى النجومية والشهرة وأيضا القاعدة الجماهيرية اللي حققتها ريان. مش سهل أنك تنجح، لكن صعيب أنك تحافظ على النجاح هذا، ومع كل اختيار غنائي ما تجيب لهم أغنية ديما خير من اللي تعدت. سامحني أخويا ما زيد، فما برنامج كنت نحبه برشا إذا تطاوين لاني ما تعرف ما سي محمد، أي ربع الطبول حاجة كما هيك، طبول الفرح، أي ربوع الفرح، أي مع محمد مرابط زميلنا، أي طبعا، أي هو محمد مرابط، أي كنت قبل نتواجد معاه، وحتى حتى كانت تتذكر الجينيريك الجينيريك تاع إذاعة تطاوين كنت عندي بصوتي، معنى إذاعة تطاوين صوت الوطن الأولى والحرة، صحيح، أنا أهلك أنا ناسك أني ذاك اللي نغني فيه في بالي طبعا هكا الصوية الرائع. ونتذكرك زادة مع زميلتي سعاد الفيلالي زادة في أي بطبيعة إذاعة تطاوين معناها من أكثر الإذاعات في دارنا تتحط، معناها أمي وخالتي وعائلتي كل معناها مغرومين برشا بإذاعة تطاوين، بحكم إحنا متشبثين بك الشعر نتاعنا وكل شيء، معناها أكثر إذاعة اللي تحسها تخدم على الإيدونتيتي وعلى التعريف بالتراث، واللي حاجات اللي تربينا عليها اللي تو اندثرت للأسف التلافس، معناها نحس فما كيفاش يقولوا يحجبوا على الناس في أصالتنا اللي هي برشا حاجات في الشعر في لبستنا في برشا أمور. أنا مرة من المرات نسمع في ريان في كوكتيل الأحد مع سعاد وعامل بونكي، تذكر وقتها أنا في الدار نهارها أنا ما نخدمش في الدار ونسمع فيكم مركز معاكم، يعني عاطيكم وذني مليح مليح وقتها، ونشوف يعني هو البرنامج هذاك عنده خصوصيته وعنده زادة متابعين وجمهوره زادة الكبير، وسمعتك وقتها تغني لايف قلت ما شاء الله عندها سنوات رأي الحكاية، فهمتني؟ 2008 اي صحيح هكاك تقريبا اي
لهنا لهنا شفت ديما الحاجة الباهية إن الأذن كي تكون تسمع مليح تشد الاسم وتقعد تراقب، معناها تقعد تتابع من بعد. هذاك علاش نشوف ريان، أنا قلت حتى البكري شوية قلت أن الفنان يكبر شوية شوية، عرفت كيف استخدم في مراحل نضج ما كتعرف تعدينا بمرحلة أنك ما كتعرف في ألفين في الألفينات كانت الموسيقى الجنوبية أكثر في وذني طاغية، نسمع الله يرحمه مختار الغزولي، نسمع شاب عماد، نسمع خميس عصادي، برشا فنانين ما شاء الله، معناه نسمع قبل الله يرحمه محمود فهمني محمود العرفاوي الله يرحمه، أي الله يرحمه نعم المغروم بي. ومن بعد عدينا مرحلة انك تتعدى بالكونسيرفاتوار وكل شيء يتبدل ستيل تاع الموسيقى، وجربة جذرية هي مرحلة من مراحل حياتي اللي نفعتني برشا في الموسيقى، فهمت، خلتني نعمل أكثر بقاش في وذني ونسمع أكثر موسيقى، اليوم نسمع خليجي غدوة نسمع طربي، هذوم الحاجات اللي خلوني نتطور أكثر وأكثر ونخدم على وصلت لمرحلة اليوم نخدم على الإيدنتيتي ونخدم على الإنتاج الخاص، هذا هو هذا بيه يكون عندي إنتاج خاص غدوة في جينيراسيون اللي بعدي بيجي تسمع موسيقى يقول خلى معناها فهمت. ريان اليوم باش نسرق منك برشا سكوبات، شنو تحضر الفترة هذية شنو عندك؟ أنا ما نكذبش عليك حبيت أن تكون الفترة هذية راحة خاطر العام اللي تعدى ما شاء الله عملت صعيب. أكثر من 6 كليبات أي أنا برشا تعب في البرودكسيون وما تعرف أمور ماديات حبيت تريح شوي كله. نعرف نعرف خاصة الماديات أو خاصة الفنان إذا ما عنده الشركة وإذا هو ينتج على حسابه الخاص فميزانية وحدها هذه الكل. ريان تقريبا كل أغنية تكلف ميزانية وحدها الأغنية بطبيعة أي عمو الناس تخلص ساعات بين الوتري والراب راهو مش كيف كيف أصل معنا حتى أمور تورناجات وكليبات مش كيف كيف الرابر بلي موجود يقول لك كاميرا ويدور في الشارع بلاص مزيانة يصور ليبسينج ويتعدى على روح أركونت رحني كليباتنا فيهم ستوري بورد وفيهم معنا يلزم فما سيناريو وضو ديكور وكوستيم وبرشا أمور فهم فريق كامل بطبيعة إن شاء الله حبيت تكون الفترة ذي راحة ماني قاعد حتى قاعد نحضر في برشا موسيقى جديدة الألوان ما نحبش نبقى في لون محدد معين كما شفت خويا مجيد يا حياتي في لون رومانسي أكثر جيبولي جو طنبالي جونا كسفاقتي كل شيء مريم جونا البدوي خزاني ما زلت صغير تحس هيك أوكسيدونتال أكثر ولدك راجل عملت لاتينو أي وتمشيت له الأخرانية اللي هي كلاسيك وديسيني الناس تفهم موسيقى والناس تفهم في الشعر وفي الحاجات هذولكم ومشروع الديو مؤجل ولا مازال شوية مشروع كيفاش الديو ما في كل وقت أنا الحق ما أجلبش عليك معاش حاصر موسيقتي يلزمها طابتك ولا يلزمها طابتك نتصور اليوم مانيش لا أنا مستحقي ولا شخص اللي مش عم معايا الديو مستحقي اليوم لبلاتفورم ديجيتال معناه السوشيال ميديا هذايا ما عادش يحصر بين هذايا بدي امس هذايا بدي اليوم معناها ينجم يبدا لك اليوم يعملك 100 مليون فايتك نوامر هو ماهوش فايتك كارير ماهوش غادي الموضوع ولا هذا هو نرجع بيك لغنية حايرة اللي هي كانت أغنية الحب صحيح وحلوة بصوتك الأغنية هذيك بالذات أنا علاش الأغنية هذيك لأن عملت هاك الجمهور الكبير جابت لك برشا جمهور الأغنية هذية وخلت الناس الكل تعرف شكون هو ريان يوسف هذه حاجة ثاني حاجة نتمعن شوية في كلمات الأغنية نتمعن شوية زادة في الخامة الصوتية اللي عندك لهنا نحسها تشكيلة رائعة وجميلة جدا فعلا يا ريان فيعطيك الصحة والله أنا مارك صغيرة أخويا مزيد كي نقول لك معناها أقسم بالله بين الأربعة ستة شهور حايرة ما سمعتهاش معناها ما بقى عندي البلايليست على تليفوني ولا نعمل عليه رشيرش ولا نسمح الله مش اسمع الواحد ما نجمش يفسخ القديم وما نجمش لا لا ضروري جدا أما ريان أنا في مرحلة نحب نحب اليوم الشعر التونسي يوصل أكثر نحب اللحن التونسي يوصل أكثر نحب التوزيع التونسي ليماش تونسية أكثر
خطر العالم تقدم، كل حد ولا يحب يبين شنو هو ينجم يخرج من بلاده. هذا هو ريان، صوتك بديت تتسلطن هكا، نسمع فيك بالكلام وانك تحكي تسلطنت ما شاء الله، زعما غناء متسلطن توا بطبيعة هاي. باش نو رايك سمعني حاجة لايف بصوتك هكا لايف على موجة إذاعة؟ سمعت حاجة من آخر الأعمال اللي عملتهم يا ريت. عزيزة الدازي شاب تونسي رائع جدا، يعطيه الصحة، كلماته وألحانه وتوزيعه هو، إن شاء الله ربي يوفقه وقدمنا تحية من خلالكم. عايشك. عليت صوتي وما لقيت من يسمعني، حتى الجبل من حرقته طواني، عطشان ويد الريم زادت جوعي، عطشان ويد الريم زادت جوعي. يا عيني هذه من الغنية الأخرى، هذه يعطيك الصحة يا سيدي، وما تنسوش راهو ريان ديما جاهز ما شاء الله، صباحا ظهرا عصرا ليلا ما شاء الله تبارك الرحمن يا سيدي. والله ما زلت مش ما نكذبش عليك، ما عنديش برشا من اللي شط وفيش طقس مطر ما شاء الله. اليوم طقس بارد اليوم، هو على الجمهورية الكل. الحمد لله، ربي يبعث الخير إن شاء الله. يعطيك الصحة ريان، إن شاء الله ديما ناجح وديما موفق وديما نسمع صوتك إن شاء الله بإذن الله. عايش خويا الغالي، تحية ليكم وتحية اللي كيفني معاك الكل، وتحية لأهلي وناسي في تطاوين وأصحابي وأحبابي، عندي برشا ناس متعاشر معاهم، فامي دبابي، الناس كل معناها تحية ليهم غادي تطاوين، وإن شاء الله ربي يبعد علينا الفيروس هذا نرجع كالعادة، ترجع حياتنا ومهرجاناتنا وحفلاتنا إن شاء الله، حياتنا عادية إن شاء الله بقدرة ربي يا ريان، حفلاتنا ومهرجاناتنا إن شاء الله وزيكتنا وجونا إن شاء الله. سلم على الدار وسلم على الناس الكل اللي معاك، بارك الله وفيك، أحيشك ريان إن شاء الله بقدرة ربي، البروجي تاع الاستوديو سير بلاص صحيت نعملوها ان شاء الله قريبا مع بعضنا ان شاء الله. شكرا النجم التونسي ريان يوسف، ان شاء الله ديما منور.